كنا بمشر شو عنا بيت لقلنا وعنا أرض جوز وزيتون وهيك كنا يعني نستثمره. وشعبي كان يشتغل بمنشرة حطب وكان عنا دكان سماني. اجت الأزمة روحتهم كله، النص الضيعة توقع على المدرسة على البيوت على الأهالي، يعني صار في قتل كتير ودمار، وقعت كتير بيوت. فهون نحنا يعني خوفا على حالنا وعروحنا وعولادنا اضطرينا نطلع. كان هي ما عندي قدامي غير الحل، انه اذا ما طلعنا من الرفية طلعت وطلعت ودغري اجينا يوم. في ساري قرايبه لجوزي هذا انذبح، ذبحوه هيك وزتوه عن فرق الضيعة. وقتها طلعنا على الدير لجأنا له وقلنا له هيك هيك قصتنا وما معنا ندفع أجار البيت، حتى أكل ما معنا حقه، إنه بتحس عبء كبير على العيلة إنه وقت ما في مدخول. إجا إيلي وشاب معه جايب لنا كراتين معونة، ضل هيك سنين يعني غطى كتير بالأجارات البيوت. بس شو بقى إنه هلأ بهالغلا مصروف البيت وولاد وشادي بلا شغل، هون نحنا اعتمدنا انه اكتر شيء انه على الدير. انا بالعكس ما ضعفت ابدا علاقتي بالله، بالعكس قوت، لانه ما طلبت منه شيء ونقص. بالعكس لما ما اطلب الشيء بس حس حالي محتاجة لهالشيء ومخنوقة، الله يفرج علي من جهة ما أنا متوقعتها. انا بدي اشكر كل الممولين للدير اللي قدروا يساعدونا ويساعدوا عيال كتير بسوريا كانوا بأمس الحاجة لهم. بشكركم من كل قلبي وبتمنى تكملوا معنا معروفكم وتضلوا تبعتوا معونات وتساعدونا، لأنه بصراحة الوضع هلأ أسوأ من وقت الأزمة، وكتير عيال أغلب العالم بسوريا محتاجين هلأ كتير كتير. وشكراً لكم من كل قلبي.